تقوم بلدية أوتوا العاصمة الكندية بإقامة ساحة للتزلج. هذه الساحة عامة لجميع السكان الذين يرتؤون التزلج وممارسة الرياضة في هذا الطقس البارد. كما ترون في هذه الساحة فهناك أشخاص من أديان وعروق مختلفة يأتون هنا مع بعضهم البعض ليستمتعوا بهذا المكان الرائع. وطبعا لن يكون هذا المكان متميزا لولا وجود الخدمات التي تقدمها البلدية، ومن أهم هذه الخدمات هي غرفة للغيار سندخلها الآن. كما ترون غرفة مدفأة للغيار. هذه تصوير الأشخاص، ولكن يمكن وضع بعض البضائع هنا والأغراض تبقى في الداخل آمنة. هذا مكان لحف السكيت وتأجير الأحذية الرياضية. وطبعا الحمامات أو المراحيض العامة التي هي موجودة للجميع للاستخدام. كل هذه المراحيض هي لجميع الأجناس، ولم ينسوا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة فوضعوا لهم على الأقل حمام واحد للاستخدام. طبعا هذا المكان لن يكون مكانا كنديا بدون وجود بيفر تيلز. بيفر تيلز اللي هو ذيل القندس، هي عبارة عن أكلة كندية تعتبر من الحلويات. كما ترون هي تشبه قطعة العجين، أشبه بالزلابيا في بلادنا لكنها مطاولة تشبه الذيل، ويمكن وضع عليها الكمون والسكر، القرفة والسكر مع الليمون، ممكن وضع الجبنة، ممكن وضع الميبل سيرب أو شراب الميبل، ممكن وضع الشوكولاتة وهذه القرفة والسكر بدون أي شيء آخر. شيء جميل لذيذ طعمه يحبه الكنديين وهو مشهور في كندا. فإن حضرتم إلى كندا لازم تجربوه، اسمه بيفر تيلز. وأهلا وسهلا فيكم وشكرا بلدية أوتاوا. والآن في معنا مقابلة مع شو اسمك عمو؟ حسين. أهلا وسهلا فيك يا حسين، من وين أنت يا حسين؟ سوريا. من إدلب سوريا. انتو جيت جديد، قديش لك في كندا؟ سنة. اهلا وسهلا فيك. شو جاي تسوي هون في هذا المكان اليوم؟ سكيتنج. اوه حلو، جاي لحالك؟ لا انا وخيي وابن جارنا. اوكي، شو دفعت عشان تلعب هاي الشغلة؟ ما دفعت شيء. يعني ببلاش؟ مبسوط انه في شغلة زي هيك في المدينة هاي؟ مبسوط بالشتاء هون؟ اهلا وسهلا فيك. بدك تحكي؟ طبعا هذه القطعة توفرها السيتي أيضا، هي عبارة عن قطعة للأطفال ممكن يستخدموها مجانا حتى يتعلموا التزلج. وهي ننظر طبعا هذا المكان بده سيرفيس مستمر، زي ما شايفينهم هون قاعدين بيسيحوا الثلج عشان ترجع القاعة والساحة جيدة للتزلج من جديد. هون الماشينز هاي بتمشي كل حوالي ساعة وتنظف الثلج او بتسيحه مرة ثانية وبترجع مناسبة للتزلج.